نحن نعلم الخلاف في زكاة الذهب المستعمل، فما هو الرأي الراجح وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام؟ الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها هو وجوب الزكاة. إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب 20 مثقالا وهو ما يبلغ 11.5 جنيه فهذا النصاب يزكى، بكل 1000 منه 25، وفي 40,000 1 ربع العشر. هذا هو الصواب وهذا هو الحق، لأدلة كثيرة منها عموم قول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الحديث ما صفي عند صاحب النار الحديث. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، سواران من ذهب، قال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فأنقذتهما وأنقذتهما لله والرسول. ولم يقل إن الحلي لا زكاة فيها، بل أمر بالزكاة وأخبر أنها إذا لم تؤدي الزكاة عذبت، فصار هذان السواران سواران من نار يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وله شواهد حديث أم سلمة من حديث عائشة كلها تدل على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب.